قاضل عضوة مجلس نيو جيرسي يتم تسليمه للعدالة في نهاية يونيو. تم الإعلان أن المسؤولين قرروا تسليم راشد علي بينوم إلى ولاية نيو جيرسي في نهاية يونيو، وذلك بعد اتهامه بالقيادة من ولاية فيرجينيا إلى ولاية نيو جيرسي وارتكاب جريمة قتل لعضوة في المجلس بإطلاق النار عليها في موقف سيارات خارج شقتها. يبلغ بينوم من العمر 29 عاماً وكان عضواً في جماعة لسنوات عديدة، وفقاً لما أفاد به كريستيان أونوهو زميل المجلس وعضو في كنيستها. تم ارتباط بينوم بكنيسة في ولاية فيرجينيا حيث كانت المجني عليها تنسق الخدمات في الفترة من عام 2016 إلى عام 2018. يشير أونوها إلى أن بينوم كان يحضر الكنيسة بانتظام مع أفراد عائلته وأصدقائه، وتظهر سجلات المحكمة أن بينوم كان مواجه مشاكل قانونية تعود إلى فترة حديثة، حيث يوجد لديه سجل جنائي يتضمن اتهامات بالاحتيال والتزوير والسرقة منذ عام 2013، بالإضافة إلى اتهامات بحيازة أسلحة نارية في ولاية فيرجينيا عام 2015 في ولاية ماريلاند عام 2019. حالياً يواجه بينوم تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى وتهم أخرى متعلقة بالسلاح في وفاة المجني عليها، وإذا أدين فإنه يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.